كلام حول مسألة التعديل منذ أشهر، يعني منذ أكثر من 4 5 أشهر كان الحديث يدور حول هذه القصة. ولكن بشكل رئيسي هو المشكلة ليست بالوزارات. طبعا فنيا ومهنيا هنالك تقليد على أساس تقييم العمل للوزارة خلال سنة من عمرهم، ولكن بالنتيجة المشكلة الرئيسية هي ليست في الوزير أو الوزارة. الوزارات مثل ما يعرف الجميع هي حصص لأحزاب. وطبعا الآن المرحلة أو الفترة أو الأيام الحالية لا يوجد يعني محصول كبير مثل ما كان في الأيام السابقة. هنالك بعض الوزارات حيوية ومهمة تتعلق بحياة المواطن، الصحة، الكهرباء، طبعا المالية، هذه الكارثة الجديدة التي يعني وضعها وزير المالية في تخفيض قيمة الدينار العراقي ليضيف آلام جديدة على المواطن العراقي كضريبة يفرضها ضمن عقليته وخلفيته الأساسية بأن هذا هو جزء من محاولة الإصلاح. يعني هي إذا تحدثنا وإذا صحت أخبار بأن 5 وزارات أو 6، هذا يعني هي الحكومة، قلب الحكومة. يعني ماذا بقى؟ تبقى وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والوزارات الخدمية، يعني وزارة محافظات، وزارة الرياضة إلى غيرها، والثقافة. والنفط. إنه نعم، والنفط، النفط يتحرشون فيه لأنه هذا موضوع واضح لا يحتاج إلى وزير. وارد من النفط ثم الواردات المالية التي تحدث. أنا حقيقة أستغرب على لجنة التقييم البرلمانية التي كانت قد أعلنت بأنه نسبة الإنجاز في حدود 17%. يعني هذه اللجنة وهي تمثل البرلمان، يفترض أن يكون يمثل الشعب، يعني تناست أن المتظاهرين انتفاضة تشرين ثوارها كانوا قد وضعوا مهمتين رئيسيتين أمام وزارة الكاظمي، وهذا هو رأي الشعب. مسألة محاسبة القتلة، قتلة الشباب، وموضوع الانتخابات المبكرة. موضوع قتلة الشباب معروف أنه لم يحصل أي شيء لحد اليوم، سنة وشهر لم يسمع المواطن أن اقتيد ناس لمتهمين بقتل المتظاهرين. فيما يتعلق بموضوع الانتخابات المبكرة، تعرفون أن ستتحول إلى انتخابات عادية لأنه بقت 4 أشهر، وهنالك كلام وتسريبات عن أن هذه الفترة قد تمدد، أي أن الانتخابات المبكرة لم تعد ذات معنى أساسي.